ريال مشوا بين اصحابهم هناك انا همشي اجيبهم بعدين ده معناه ده فرصه كويس نونسوا كمان شويه كده مره اللي بقيت نايس شديد كده فيش نوع عليك فيش اللي جات عليك في راسي في حاجات كده دايما اتكلم فيه ما في مشكله انا همشي نعمل البن ونيجي نشرب سوا قاعد في البيت داير الموضوع بتاع البابور ده والله يا الله مشكلة ده بياكل لي قلبي كده فأنا كنت داير أتكلم مع المدام الليلة عشان واحد يجيب له بابور يا حبة كده أعتقد يا مدام جزار ممكن نسيبه وأنا أتم لك بعدين عندنا عملت البن هكرا يا نقبلك كم علينا والله شايفك زمانك بتشرب براكم على ده الزمان انت عارف شغل مبيور جاب مرة نمرة ثلاثة شغل مبيور ولد عمكم اليوم تدا يا هم غزور راجل شايفه قوي شديد يعمل منج لاثنين وثلاثة زادوا انا زادوا مقصود يلا هسي عمل شنو ان شاء الله نساوين وما عمل احتجاج الاثنين اللي هم بيقوا خلوهم ده موضوع احتجاج ده اساسا ده حاجة بتاع نسوان اثنين عارفين رجال يعملوا النجا يومين ويومين بيكونوا كويسين. انت قبل قلت لي عندك موضوع جاي توريني لو شوقتني ذاته. مين الناس فاهمني. شفت؟ يعني انا في افكار كده طوالي. في حاجة دارة فكرت في دارة سايدك انت والعيال شوية كده ده تساعدنا مع عيال ده حاجة شنو ده تقوله له انا ما اعرف قاعدين في زمن طويل العيال بيبقوا كبار وانت يعني بقيلهم من العيال فانا في حتة ده دار اجيب لك زول يعني كده وضح لي كويس دار اجيب بابور هيجي يجي يساعدك بابور شنو يعني؟ أنا أجيب مرة صغير عشان كمان أطلع بيت التاني وأجي تاني كون عشان تشتاق كمان وأنا كمان أشتاق يعني لازم الفاميلي يجروا كده عشان ده حاجة كويس ده تقاليد بتاعنا بابور طلع يوم بقى مرة فوق لي أنا يعني كلام قبالك بتاع شغل ما بيور ده انا كان اسمه بتاع ودمك ده يعني ترى جاي يطبقوا فيني انا فيني شنو يا راجل عيال ولدتهم ليه كل اولاد بيت واحد انت تعرف شنو تاني تقول لي بابور يعني واحنا صنادل يعني لازم اجيب مره صغيره ده التقاليد بتاعنا انت ما ممكن تجيب تمنعني كل رجال بيعرفوا جاي تجيب فيني انا الفيني شين فيني شنو عنده يوني هنا زي ريال مدريد مرة حلوة زي هنا تجي فوق مرة تانية لشنو تقول لنا بابور شنو فينا اسمع كلامنا كويس لازم نعمل زي باقي الرجال الواحد لازم يشوف له اي حاجة عشان الفاميلي يكون ما ان شاء الله يعني ده الكلام تاني تلف وتدور عشان تجيبه فيني ده في دمنا نحن لا انا ما بقدر لازم يكون عنده مساوين
ده بعدين تعال التغاليف شفنا انا بتاعنا. شكل بتاعي ده تجيب فيه مرة يا رو يا رو شكل مرة بتجيبها بزومبا ولا تجيب مرة شكله كيف؟ ده تغاليف، في مرة فايدني؟ ما في مرة فايدني ده تغاليف بتاعنا، بعدين انا ما عملت غلط لازم بابور ده لازم يجي بيجي، لازم يجيب البابور. ما في حاجة اسمه بابور، انا راجل بتاع البيت ده ولازم حاجة اللي انا داير اعمل لازم يتعمل. ما لك كيف بيعطي سبب تقول لنا انا شغل ما بيور بعد شوية تجيب لها تقول بابور، يعني شنو بابور؟ انا ما بقدر لحاجة زي ده كله. البيت ده انا البيت ده زمان اسسناه واسسناه احنا كان نريده بعض، انا ما بقبل الكلام ده. يعني انا ما ممكن تجيب لي فوق راسي مرة. لو انت خلاص اسست بيتك وبيجي عند عيالك وقلبك لسه ده تعرس اذا انا شغل مبيور، انا ما بقدر اقول حاجه. مو ده تجيب بابور؟ جيب بابور. ده اللي كنت منتظره منك، ما دام انت فرحانه كده معناته صاحبي ده ما احسن منه. نحن الرجال كلنا كده، ده طموحات بتاعنا. ممكن اقول لك شكرا كمان؟ انت ما بتسلمني تقول لي شكرا؟ شكرا في شنو؟ شكرا في شنو؟ تقول تجيب لي بابور؟ والله بابور ما ينفع معي، انت بابور جيب بابور، نقول شنو؟ لكن انا ده بري، انا ما بجيب بابور، انا بجيب قندران، بجيب قندران انا. تقصد شنو؟ تجيب لي انت راجل ده؟ تجيب لي انت ابوك يا